هذه أجمل تحية مني نضال خرش، نبدأ في هذه اللحظات. إذن يرافقنا الطاحنة تابعة لأمانة عمان مع باقي الجهات الأخرى المعنية. ما حجم المخالفات هنا داخل المهندس؟ مهندس رائد، حجم المخالفات الآن؟ والله دكتور أنت شايف، يعني أنا بسوق المحطة، هذا تمر ورمضان وكل عام وانتم بخير، وتحت أشعة الشمس درجة الحرارة الآن بجد وصلت أكثر من 35. الاجراء اللي راح الان هذا كل البضاعه راح اتلفها وراح اعمل له اجراء مخالفه وراح ينسب عليه اغلاق لاحقا، بس الان هذا كل البضاعه راح اتلف له اياها. طيب، يعني واضح تماما انه بلشوا الان يدخلوا بالبضائع التجار. نعم. هذا السوق انا اجيت عليه قبل يومين وبلغتهم انه راح يكون في حمله عندكم وراح يكون في اتلاف لكل المواد الغذائيه المعروضه الشمس على الرصيف العام اللي هي عرضه للتلوث. طيب هاي الطاحنه الان طاحنتنا هي جايه دكتور، اجت هسه اجت هاي البضاعه. نعم هذا من الصبح، هذا من الصبح، هذول هسه اجت. بلغتك ولا ما بلغتك؟ هذول انا طلعتهم، بس هاي البضاعه هسه اجتني، هاي بضاعه ما هسه اجتني. احنا غلطانين يا عمي، احنا غلطانين، احنا انا قلت لك من الصبح احنا غلطانين، بس الضاعة هاي نصها هسه اجت. التمر احنا فاتحينه غلط، التمر غلط، بس مي عصير هذا هسه اجت. والان طبعا يتم هذه التمور حوالي يعني كل شيء مفضوع جيبه، او هذه الكمية يتم الان اتلافها من خلال هذه الطاحنة المخصصة للرقابة الصحية والمهنية في أمانة عمان، بالإضافة إلى جماعة الإزالة. تعرف عليك؟ محمود الصغير. محمود أنت هون لك محل؟ لا والله إلي بسطة. بسطة. طيب الحالة العشوائية ما عجبتك؟ مش ما عجبتني، بس ما المطلوب من أمانة عمان؟ ما في بديل، ما في سوق بديل. شو المطلوب من أمانة عمان؟ والله ما أنا عارف شو المطلوب، هم بيعرفوا شو المطلوب. سوق شعبي، سوق قريب، بس مش سوق بالزرقاء يقولوا هذا المحطة. يعملوا لنا سوق بالزرقاء. طيب عرض المواد الغذائية تحت أشعة الشمس، أنت تقبل إنها تكون هيك يعني؟ لا. رمضان يعني ما تتأثر؟ فقط بس برمضان بسوى هذا الأكل. يعني مش هذا إضرار بصحة المواطن؟ لا، بضاعة جديدة. هاي بضاعة متضررة، نعم. نعم كثير. أول شيء إني متضرر، تعال قول عندي يوم كيف إني متضرر ولا مش متضرر؟ كيف الشيء كيف متضرر؟ تعال شوف زر داري. طلع داري بتكوني هاي. وتطلع تحت وعطيك العافية، وهي الزباين بس يتركوها وهالقرف وهالوسخ وهالدنيا. يتركون عبيبا؟ نعم. طيب خلينا ندخل على هذا المحل اللي كان يقفل فيه احد اصحابه. شيخ كل عام وانت بخير. الله يخليك. الله يعطيك العافية. ما فيك يا شيخ. يعني انت ما شاء الله عليك بهالسنة وبهالصبغة الدينية الرائعة، تحاول انت يعني تحافظ على معايير النظافة بالمحل بشكل عام؟ والله سيدي هاي بالذات القطايف والعوامه بالذات والاصابع زينب عشان تغلف وتوسخ وكذا مش زي هيك مره واحده بس. الان هذا المحل اول ما شاف فرق التفتيش اجيت راح اغلق بوجوهنا. انت بتعرف لما محل بسكر زيك معناته انا بصير بدرني شك انه في شيء غلط في هذا المحل. وزي ما كان عندنا ظننا انه صحيح هذا المحل مش مرخص، يعني بمارس المهنه دون الحصول على الترخيص. الاجراء اللي الان بده يتخذ. بس دقيقه دكتور، الان المحل غير حاصل على بمارس مهنه غير مرخصه. الان انت تعال لاحظ على عبوات العصير اللي بالستان السستين، يعني درجه حراره هذا المحل بجوز اكثر من برا، بجوز 40، وهذا محطوط موال الستان السستين لا فيه ثلج ولا كذا، فهذا رايح يتلف الان ورايحين نعمل له اغلاق تحفظي لهذا المحل مع مخالف. اغلاق الشمع احمر. نعم اغلاق الشمع احمر. هذا على المشهد، على المشهد تحت. شوف حلويات لازم، هاي حلويات بارده لازم كلها تكون مغلفه دكتور. شايف طلع الكاميرا، طلع العصير هون كيف طلع سيدي، درجه حرارته تقريبا 50، طلع لي سيدي يعني هذا كله اتلاف. الان
الان احنا دكتور تم عمليه الاتلاف العصيره انه بكبوا قاعدين بالتصريف بالمجرى نعم. وزي ما حكينا قبل شوي الان احنا ناخذ في كم الاجراءات بخصوص الاتلاف المخالف. نعم. وعنده نقص في الاشتراطات الصحيه كثير يعني. وانا اعطيناه اياها وان شاء الله انه راح نرجع نتابعه، ووعدنا انه خلال 48 ساعه يعمل الاتلاف في كل السلبيات الموجوده. طيب.